أما هلا وصلنا لمحطتنا عن الطاقة، يعني سالي دائما بنقول الطاقة هي مصدر يمكن راحة للإنسان، إذا قدر 100%. الإنسان يسيطر على طاقته الداخلية وحتى يستفيد من الطاقة الموجودة بكل شيء حواليه بيقدر يعيش براحة بجزء من الأجزاء. لحتى نكون صريحين أكثر، اليوم رح نحكي عن الطاقة وتأثيرها وكيف الشخص ممكن يعمل تمارين خاصة بهذا الموضوع مع ضيفتنا مثل العادة خبيرة الطاقة والاختصاصية فيها غادة البغدادي. يسعد أوقاتك، يسعد صباحك حبيبة قلبي، يسعد لي أوقاتك. صباح الطاقة حبيبة قلبي، خلي لي إياكي غالية. يعني حكت سلمى عن الطاقة، كيف فيه الإنسان هيك يستثمر هيدي الطاقة؟ نحن محيطين بطاقات كونية خلينا نقول، وأيضا مرتبطين بالكون، هذا الكون الجميل خلينا نقول، الأجرام يلي بتكون بهذا الكون. خلينا نحكي نعرف من جديد هيك العالم شو هو علم الطاقة. تماما. هلا اكيد علم الطاقه هو ترددات كونيه موجوده، يعني الكون كله هو عباره عن طاقات، هي خمس طاقات، هي الماء، الهواء، التراب، النار، المعدن، يعني الكون كله عباره عن طاقات. فنحن رب العالمين خلقنا هذا الشيء لحتى نحن سخره للانسان حتى يستفيد منه. طب اذا هذا الشيء كله موجود، ليش نحن ما نستفيد منه بطاقتنا؟ ليش نحن ما نستفيد حتى من اي شيء خلقه رب العالمين وسخره لنا ليكون شيء بيعطينا طاقه ايجابيه للإنسان؟ هلا نحن اكيد اذا بدي احكي هيك بشكل سريع، نحن اكيد اي يعني اي شخص خلقه رب العالمين او اي كائن حي هو له هاله محيطه فيه، هو جسم كهرومغناطيسي محيط فيه، يعني نحن فوق جسمنا العادي في مثل هاله موجوده، وهو جسم كهرومغناطيسي موجود. هذا الجسم هو اول ما بيتركز طاقه سلبيه او اول ما بتجيكي طاقه سلبيه، اول شيء بتجي عن طريق الهاله، يعني نحن مو دغري الطاقه السلبيه بتجينا، او حتى الكلمة، يعني أنا على طول بقول الكلمة إلى تردد أو أي شيء بيزعجنا هو سلبي، على طول بيجي أول شيء على الهالة بعدين ليدخل على الجسم عن طريق الشاكرات أو مسارات الطاقة السبعة. هلأ نحن بدنا ننتبه لشغلة، إمتى ببلش هذا الشيء يدخل لجسمنا؟ ببلش يدخل لما بيصير في تراكمات، يعني أنا الهالة عندي صار فيها كم هائل من الطاقة السلبية، ممكن يكون كلمات، ممكن يكون مواقف، ممكن يكون أشخاص، وأنا ما عم نظف هذا الشيء، ساعتها بتبلش هالتي تضعف أو حتى تصغر، وبتبلش بقى هالقصص او هاي الطاقه السلبيه تبلش تدخل لجسمي وبلش انا بقى اتاثر فيها. يعني احيانا انا بيكون عندي كثير مثلا تعب او مرض، بروح على الدكتور بيقول لي ما فيك شيء. طب شو بيكون؟ بيكون هون صار عندنا احتقان من كثر الاشياء السلبيه اللي نحن اخذناها من الحياه، او ممكن برجع بقول كلمات لانه الكلمه كثير لها تاثير علينا. صح. تمام، اللي نحن عم نشوفها على طول او عم نسمعها على طول او مواقف على طول عم تصير معنا، على قد ما بيكون علينا ضغط فبيبلش هذا الشيء منك تعب بجسمك، يعني تحسي حالك مالك حيل تقومي، تعبانه، عم يجعك شيء بس مانك عارفانه شو هو، بس انك انت بدك تكوني لحالك، بدك تهدي لحالك، مانك قدرانه تحكي مع حدا، مالك قدرانه تتعاطي مع حدا. هذا اللي كان بدي اسالك عنه، كثير اشخاص مننا بيقولوا مالي حيل اعمل شيء، او ما عاد عندي استعداد اتحمل، خلص انا وصلت هيك مثل ما بيقولوا الكاسه طفت، يعني ما عاد في ولا شفه بقى زياده عن اللزوم. هي الحاله الشخص كيف بيقدر يفرغها؟ يعني اذا هو على تماس مباشر خليني اقول بمشاكل الحياه والضغوط، نحن ما لنا عايشين طبعا تمام كل الوقت براحه، كل انسان عنده مشاكله الخاصه غير الظروف اللي ممكن يمر فيها. صحيح. كيف ممكن انا نظف هذا مثل ما قلتي الهاله تبعي؟ تماما. هلا نحن هالتنا على طول لازم تتنظف اول باول. هلا اهم شغله انا على طول بقولها وبرجع بقولها هي المي والملح. المي والملح لما انا بعمل دوشي تبع المي والملح، الدوش مي والملح، اني انا يكون جسمي مبلول يا دوب مي وملح تون على حالي، او اخذ كمشه ملح صخري او بحري ودلك فيها جسمي وبعدين اشطف جسمي وحط النيه، يعني على نيه تكسير كل شيء طاقات سلبيه موجوده على الهاله. هون انت بتحسي حالك مجرد ما طلعتي من حمامك بتحسي حالك كثير جسمك هيك رشيق، يعني بتحسي حالك كثير انت خفيفه، من هون بتعرفي قد ايه عليكي تراكمات او قد ايش عليكي انت طاقات سلبيه. الشيء الثاني اكيد في تدريبات، انك هي انت اول شغله بدك تعمليها انه هي انت تكتبي وتحرقي الشيء اللي زعجك. الشغله الثانيه انا اللي بقولها قوه التفكير، قوه تفكيرنا الى 90% من الطاقه السلبيه اللي انا عم
بحملها، يعني أنا أي فكر فيها وبحملها أو أي معتقد بضل أنا عم فكر فيه ومعتقدة فيه وإنه هو لا صحيح، هذا الشيء حيتعبني، خصوصي إذا كان معتقدي أو تفكيري سلبي. يعني منين بيجي هذا الشخص السلبي أو هاي الأفكار السلبية؟ بتجينا يمكن من محيطنا، من المدرسة، من رفقاتنا، من أشخاص بيحطلك معتقدات سلبية أو بيحطولك هاي العوائق. صحيح. فأنت بتبني عندك فكرة سلبية، بتصيري يعني أنت شخص سلبي، ما عم تقدري تطلعي من هاي الحالة، بتحسي حالك عندك تعب، عندك إرهاق، ما عم تعرفي شو بدك تعملي، حتى ما لدرجة بتوصلي إنك أنت ما لك عرفانة شو عم يصير معك، إني أنا شو عم بيصير معي، أنا ليش هيك. هون نحن بنعرف إنه لا، أنت في صار عندك طاقة سلبية بلشت تتأثر عليكي، وبلشت بعدين تأثر حتى على أعضائنا الداخلية. يعني كتر الضغط، نحن مسارات الطاقة السبعة الموجودة بالجسم، كل شاكرة مرتبطة بأعضاء بعضو من أعضاء الجسم. يعني عندك أنت إذا أنت كتير عم بتفكري وكتير مضغوطة، بتحسي أحيانا في أشخاص بتقلك أنا ضايق صدري، مالي قدراني، نطلع هون منلاقي بالفعل في شاكرة، هي شاكرة الصدر أو القلب نحن منقلها، وبالفعل هي هون ارتباطة أنك أنت بس تكوني كتير معصبة خلص ما عاد تقدر تتنفسي، أو لما بيكون عندك المشاكل أو تفكيرك هو عاطفي. العاطفة كيف يكون مثلا حبيب، زوج، عائلة، هاي الارتباطات فورا وين بتكون؟ ارتباطة بشاكرة الزفيرة الشمسية، شاكرة المعدة. فأنت فورا بتحسي معدتك شدت، يا بتصيري بدك تاكلي كتير، يا بتصيري بدك تخففي أكل. فأنا أول شغلة بدي يكون، يعني أنا عطول بقول إنه كون واعي لجسدك. صحيح. اعرف شو عم يصير معك. صحيح. يمكن غالبا الأشخاص المحيطين فينا هنن لهم تأثير كبير كبير على حياتنا، وممكن يكون هالأشخاص في منهم ما رح نقول نعمم، في منهم هنن سلبيين وفي منهم إيجابيين. فأحيانا بنفس البيت بيكون عنا أشخاص سلبية، هي بالنهاية طاقات. فكيف نحن نحمي حالنا؟ يعني دائما بنحكي انه نحن نحمي حالنا انه ناخذ منهم السلبية. يعني بتكوني انت فرحانة وطاقتك بيجي بكئبك مثل ما بيقولوا. تماما. هلا اكيد الاشخاص السلبيين موجودين وين ما كان، ممكن يكون هو شيء مكتسب عنده بسبب محيطه، هو حمل هالسلبية او هالمعتقدات او هالافكار السلبية وبلش ينشرها. تماما، بلش ينشرها بحيث انه هو بالفعل بيكون ما عنده علم، يعني ما عنده علم اني انا شخص سلبي، بس هو ربي بهيك جو، اخذ افكار، اخذ كلمات، تكون عنده هذا الشيء السلبي. وعندنا الشيء الثاني اللي هو الشخص يلي هو قاصد يكون سلبي وقاصد انه هو يعكس هالسلبيه على الاخرين. يعني قد ما كنتي انت عندك شيء حلو بيطلع عشو على النقطه الصغيره اللي هي سلبيه، وبيبلش يحكي لك اياها، بلش لا انت هيك، لا انت مستحيل ما عم تزبط، في عندك شيء، لا روحي شوفي شو عندك. هذا الشخص بيكون اصفر مثلا، تمام، يعني هذا الشخص بيكون قاصد يوصلك لهالمرحله، او قاصد يشوفك انك انت معصبه وقاصد كل شيء عم بيعمله. فنحن شو بنعمل بهيك حاله على طول؟ وانا برجع بقول قوه التفكير او قوه تركيزنا هي يلي تعطينا هالشي. يعني أنا شخص عم بيحكي هذا الموضوع وأنا ماني مقتنعة فيه، ماني مضطرة كمال إني أسمعه، وإذا كان عندي يعني وضع معين إني أنا مضطرة، مثل ما حكيتي سالي قبل شوي إنه هو قاعد معي بالبيت أنا مضطرة أسمع، طب أنا قاعد هو عم بيحكي أنا ما ضروري كتير ركز معه. أي شيء أنت مجرد ما ركزتي معه بالنظر وبالإذن ركزت عندك الفكرة، أما أنت لما بتضلي على طول إنه هو عم بي، بس أنت اعتبري حالك إنك أنت قاعدة مثلا بتاكسي والتاكسي شاعل الراديو، مانك مضطرة تركزي على الأفكار. فمنحاول نحن قدر المستطاع نمرق يعني فكرة ولا فكرة، بس ما نضل متمسكين فيها وما نحاول نناقش. يعني هون فكرة النقاش، هون أنت وقعتي حالك بالغلط، هون أنت ركزتي السلبية اللي عندك فيكي، إنه خلاص قطعتي هذا الشيء، مانك مركزة معه بالحكي، وخلاص بتكملي الشيء اللي أنت بدك إياه أو الفكرة اللي أنت مقتنعة فيها. نعم نعم. ويمكن في كتير ناس بتأخذ هذا الحكي اللي قلتي بالكلام البسيط، بيقول طنش، أنه طنش، اسمع وطنش، لا ترد. بس كان في ناس خلينا نقول الكلام ما بينتسى، يعني أنت صح طنشتي، بس لما بيكون هذا الشيء من شخص بهمك ما فيك تطنشي، حتى لو قلتي هيك بضل الكلام علقان بذهنك. تمام. مع الوقت بترجع مرة تانية بصير في عندك تراكمات، ممكن بموقف صغير كل شيء ينفجر. فأنا فيني ما ضل هيك عم راكم 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 بيني وبين نفسي، حل قصص واحدة ورا واحدة، قصة قصة ولا لا؟ تمام. لا أكيد نحن بدنا نحل
موقف ورا موقف او كلمه ورا كلمه، ما بيصير نحن نخلي كل هالسلبيه وبعدين بدي اجي انا حل، اكيد لا. وبدي اعرف شغله، اذا انا عندي كم هائل سلبيه انا مستحيل اقدر يكون عندي انجاز، مستحيل اقدر اجذب الايجابي لإلي، خلص لانه صار عندي كم هائل من السلبيه، سلبي مع ايجابي ما بيجتمعوا. بدنا ننظف لنرجع نشحن حالنا من اول وجديد. هلا على طول انا بحكي وبقول انه هو الكتابه، يعني انت انزعجتي من شخص اكتبي على ورقه بقلم اسود الموقف اللي صعب وحرقيه وانت عم تطلعي عليها، وكوني كثير مبسوطه بالشيء اللي عم تعملي. هون انت اعطيتي امر للعقل الباطن اني انا هالفكره ما عاد بدي اياها، تمام. الشيء الثاني اني انا اعمل التنفس الطاقي اللي هو الشهيق وارجع احبس النفس شوي وارجع الزفير، هاد كمان بيخلصني من الافكار السلبيه. بس في شغله سلمى بلك اياها، وقت بيكون الشخص كثير غالي علينا وكثير نحن بنحبه وعم بيحاكينا بهي السلبيه، معناتها لا هون في خلل، معناتها هون في نقطة ما أنا واضحة عند الشخص اللي تماما، عند الشخص اللي عم بيحاكينك، لأن هو لو بتهمه مصلحتنا أو هو شخص بالفعل صادق ما بيخلينا نحن نوصل لهالمرحلة. أهم شغلة أنا على طول أي شخص عم بيحاول يفتح معي موضوع، إذا أنت كنتي متأكدة من الشيء اللي عاملتي ومن إنجازك وأنت خلص عاملة كل شيء على أكمل وجه، أنا بفضل اني اقول له احتفظ انت بوجهه نظرك، انا مقتنعه بكل شيء عملته. فورا اعطي رد، بدي يكون تمام وبدون انه ما يكون مثلا في اخذوا عطاء او حتى قله ادب او شيء، انه وجهه نظرك ممكن تناسبك لك بس الي لا احتفظ فيها تماما. هون انت قطعتي، لا تفكري بالشيء السلبي اللي قاله، بلا شعور باتباع هالاسلوب انا تماما، لا تفكري تضل الفكره السلبيه معك ويصير اي موقف ترجع تتكرر معك، هون خلص انت قطعتي تمام. خلص يعني لازم احيانا يكون ردنا حاسم، صحيح تمام. يعني دائما بنقول عن جد وصلنا لمرحله غاليه، يمكن حتى سلمى وصلنا لهيدا المرحله اللي بيقولوا عنا ما انك مستعده تعطي من روحك ومن قلبك، يعني احساب هذا الشيء لاشخاص يمكن هن بيتقصدوا الاذى النفسي عم نحكي عنه، او ما عاد في هذا الجلد، خلص ممكن نحن اي شيء بيرهق نفسيتنا فنحن امام قطعه. يمكن كمان هي فينا نقول انه مثل ما حضرتك ذكرتي الجواب الحاسم هي وضح انه خلص، طبعا بطريقه كثير ادبيه. خلينا نحكي ايضا عن شغلات بتمر معنا بحياتنا غاليه، تكوني الصبح عم يمكن انا الصبح عم فكر فيكي فجاه تطلعي لي هيك بوجهي، يعني مثلا انه حتى يمكن بمكان انه انا ما كنت متوقعه اشوفك فيه، او يتراود لافكارنا لاذهاننا افكار تتطبق، فهي تمام. شو فينا نسميها بعد ما الطاقة تماما. هلا هي التخاطر، في علم التخاطر اني انا لما بتخطري على بالي هي في ترددات طلعت مني، فاحتمال انت تكوني عم تفكري او انت مثلا قاعده صافيه الذهن تصلك فورا للترددات. هو الكون عباره عن برمجات عن ترددات. هلا نحن ليش بنقول على طول انك انت بدك شيء فكر فيه، على طول فكر فيه، انت بدك تجذب لك شيء او بدك تغير من الافكار السلبيه اللي عندك، بعد عن السلبي وعلى طول ردد الايجابي. ليش على طول بقول خلي توكيداتكم اليوميه ايجابيه؟ انت اي فكره عم بتفكري فيها وخصوصي يكون ذهنك كثير فاضي ورددي تفكيرات ايجابيه بتصل للشخص الثاني او حتى بترجع لك، لان هو الكون صدى، انت شو ما عم ترسلي عم يرجع لك. فانت بتكوني قاعده مثلا فكرتي بغاليه، اني انا بدي اشوف غاليه، طب غاليه يمكن تكون قاعده فاضية الذهن ما عندها شيء قاعدة، بتصلها هي الترددات. بس انت لما بتكوني قاصدة يكون علم التخاطر صح وتوصلي هي الترددات للشخص، بدك تعمليها بالليل، بالليل لانه بيكون هدوء وسكون، بتكون هي الضوضاء يلي ما في كهرباء تمام. فهون التخاطر بيكون جدا قوي لما انت بتغمضي عيونك وبتتخيلي هذا الموقف، فبتحسي او بتتخيلي الشخص اللي انت بدك توصلي له هذا الخاطره تمام، بتحسي حالك فورا بيصل. يعني كمان غاليه هون بدي اسالك، ممكن في اشخاص بنقول عنهم هن اشخاص متفائلين بالعموم، مهما صار معهم بيحاولوا دائما يدوروا على النقطه الايجابيه، خلينا نبعد شوي عن السلبيين. هذا الشخص المتفائل او الايجابي بيقدر يعكس هذا الشيء على اللي حواليه؟ طبعا. هلا الشخص الايجابي اكيد وقت بيدخل لمكان طاقته بتعم، نفس الشيء الشخص السلبي لما بيدخل كمان بيعم. فالايجابي لما بيدخل بالفعل فينه انه كثير يغير، بس
الإيجابي بتحسي هو لما بيشوفك أنت عندك نوع من أو كلمة سلبية حكيتيها أو أي شيء مزعج بيحاول فورا يغير لك إياه، إن كان مثلا بده يعطيك قصة أو بده يحكي لك موضوع أو بده يقول لك فكرة مثلا أنه لا أنا صار معي نفس الشيء اللي أنت صار معك بس أنا قدرت أتخطى. عطول أفكاره إيجابية، عطول حديثه إيجابي، هذا اللي بيساعد نعم. كتير. يمكن غالية بيصادف في حياتنا اليومية كتير قصص يمكن أنت حكيتي عنها، يعني والدليل يمكن شغلة يمكن أنا صارت معي مبارح وبتصير مع أي حدا، أحياناً بتضيق هيك الدنيا فينا، بتنزل دموعنا من الداية، بعدين بنطلع هيك لا حول ولا قوة غير الحمد والشكر دائماً لله، ودائماً بنقول إن شاء الله القادم أجمل. فأدي أيضاً مهم أنه نحن مو نواسي حالنا، يعني نحن بنرجع بنقول إذا بدنا نضل حاملين هالعبء فحيزيد علينا وحننقله يلي حوالينا، فقديش مهم إنه لا نقول الحمد، قديش الشكر هو أيضا للكون ممكن يجي تردداته عنه. تماما. هلا طاقة الامتنان والشكر هي من أعظم الطاقات يلي هي بترجع لك فورا مجرد ما أنت عطيتي هذا الامتنان، يعني أنا ما أكون هذا الشخص اللي عطول عم ما زبط ما صار ما عم يصير ما ليش، يعني انت حاول بس غير بكلماتك، يعني احسن ما تقول ما صار وكذا، لا بس غير شوي قول حيصير حتزبط حتتحسن الامور في فسحة امل، يعني هي فارق بسيط بس بالكلام، يعني انا ما عود حالي على طول على هذا النقي اللي هو بالفعل بيجذب لي كثير شغلات تماما، على طول بس غير، يعني بدل ما اقول ما حيزبط حيزبط حيصير في امل، يعني بعد اي كل ضغطه كثيرة بالحياة بتصير معنا، بعد ضغوط كبيرة بالحياة أو بعد أي شيء بيصير معنا في فسحة أمل أكيد، يعني في شيء حيغير هاي المعتقدات اللي عنا أو حيغير هاي الأفكار اللي عنا، بس بدنا نكون مآمنين بالشيء اللي عم نبعته أو عم نرسله، مآمنين بالكلمة اللي عم نقولها، مو عم أقول أنا يلا إن شاء الله بتزبط، بس أنا بيني وبين حالي من جوا عم أقول ما حتزبط بس خليني أجرب لأنه قالوا أكيد ما حتزبط. هذا اللي كانت لك عليه، في ناس كتير ما بتعتقد بهذا الحكي اللي نحن عم نحكي، ما بتقلك شو طاقة وما طاقة وشو هالحكي هذا، تماما صح، خلص هي يا زبطت يا ما زبطت يا، وبالتالي بيتأثروا كتير بحياتهم، يعني يمكن حتى ما بيحسوا بطعم الشيء اللي منيح وقت بيجيهم، هن مو مقتنعين بأساسا بأنه الأشياء ممكن تنقل الفرحة، يعني أنا لما بعمل ديكور بيت حلو بيريحني نفسيا، لما بقعد بالطبيعة باللاشعور بدي ارتاح، في ناس كتير ما بتعتقد بهذا الشيء تماما. هلا هي بالنهايه بيكون مشكله عند الشخص، اما انا لما بكون عم شوف وعم اطلع على هذا العلم وعم شوف القصص اللي عم بتصير، عم شوف اشخاص كانوا بلشوا من ولا شيء بس بكلمه امل بكلمه تفاؤل بكلمه بقدر، شوفي لوين وصل. صح اكيد تمام. يعني غاليه بنقول دائما الحمد لله على السلامه النفسي او على هيدا النعمه الكبيره يلي ممكن ربنا يكون ما نحن اياها عبر طاقه الكون، واحيانا يمكن نحن ما منحس فيها ولكن هي دائما موجوده هيدا الطاقه وبتمنحنا السلام. كل الشكر لك وان شاء الله يكون لنا وقفات ثانيه لنحكي ايضا عن الالوان وعن الطاقه ان شاء الله. حبيبتي اهلا وسهلا حبيبتي، شكرا لك غالية البغدادي خبيرة الطاقة، شكرا لوجودك معنا. أما هلأ سالي صار الوقت لروح لغرفة الأخبار لنطلع على آخر المستجدات على الساحة السياسية.